في معانا ايضا المنتج الكبير جدا ريمون مقار. ازيك يا ريمون؟ اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ نشكر ربنا الحمد لله. بتسلم لي على الهامي مقار ولا لا؟ ده صاحبي، ده عشرة العمر والنبي، ده عشرة العمر. ريمون حبيبي، ايه اللي وصلنا له لحد دلوقتي في الاجتماعات؟ زي ما فهمنا من دكتور اشرف زكي عملنا اجتماع وعملنا اتنين، برضو كنت لسه بتكلم دلوقتي انه لازال في عندنا الاجتماع التالت والرابع ايضا. وصلنا لايه ومقبلين على ايه؟ حتى اللي بيدور فيه اجندة ريمون مقار بمنتهى البساطة، الموضوع ماشي بشكل ايجابي جدا. الموضوع كله بالنسبه لنا كاتحاد منتجين ان احنا بنبص على الموضوع من منظور ازاي الصناعه تستمر وتنجح وتتطور، وازاي نقدر نتكلم ان يبقى كل الناس شغاله واكبر عدد ممكن من العاملين في المجال يبقوا شغالين، ما يبقاش في حاله من الكساد. فده الاتجاه ان احنا الناس بتجيب طلباتها واحنا بنقول طلباتنا عشان نقدر نوصل لوجهة نظر مفيدة تفيد الصناعة وتخلينا بحجم مصر في صناعة الدراما.